آخر مكين في الهوجة، نرجعوا للونطري ونشوفوا هاد الشقة اللي كتكون من جوج ديال الغرف، صالون ومطبخ وحمام. كتجيب هاد المساحة ديال 56 متر كاري. بقى عندنا في البروميا ايطاج والدوزيام ايطاج، كتجي من موبل اير بليس دو. نمشيو اللونطري هو هذا، وعلى اللونطري الصالون اللي كيجي بهاد المساحة. الصباغة صبغة الخيال اللي كتعم الشقة ككل. البلافو كيجي بالليد وليسبوت، والشراجم كيجيو الومنيوم من ريدوات الكتريك، وهاد الفاس فيه لانستالاسيون ديال التيلي. الزليج كيجي بهاد اللون الرائع، كيجي متناسق مع الالوان اللي في هاد الشقة. هاد الشقة اللي كتجي في السونتر ديال سيدر حال، قريبة لجميع المرافق. البحر قريب ليك، تقريبا 5 ديال الدقائق على رجليك للبحر، وغتبقى بالثمن ديال الهوجة ديال بصح. الغرفة الأولى كيجي الزليج ديالها مختلف على باقي الشقة، على شكل باركي. هاد الفاس فيه لانستالاسيون ديال التيلي، وكتجي بهاد المساحة. البلافو كيجي بالليد ولي سبوت، كتجي بالبلاكار ديالها هاد الغرفة. البيبان راه كيجيو سامبل، لي بواني كيجيو باللون الفضة. هاد الكولوار كيجي شاعل بلي سبوت والليد. نمشيو للمطبخ. المطبخ اللي كيجي ايكيبي لا هوت، البلاك، الفران، طاجيره بالرخام، بلاصه الثلاجه، والزليج راه كيجي حتى للسقف في المطبخ كما كتشوفوا. كيجي بهذا اللون اللي كيجي متناسق مع الالوان اللي في المطبخ. بلافو كيجي بالليد ولي سبوت، كتجي بالبالكو، فيها التيراس، فيها لانستالاسيون ديال الماكينه ديال الصابون ولانستالاسيون ديال الشوف. المطبخ كيجي بهاد المساحه. نمشيو للغرفه ديال الوليدات اللي هي هادي، الغرفه ديال الوليدات. هاد الفاس فيه لانستالاسيون ديال التيلي، والصباغه كما قلت لكم راها صباغه الخيال اللي كتعم الشقه ككل. الحمام كيجي عامر، كيجي تبارك الله بالرشاش، طواليط الروميات، روبيني الطهاره، والفاسك بالبلاكار ديالو، المرايز اللي كيجي حتى للسقف. البلافو كيجي بلي سبوت، والبيبان كيجيو سامبل، لي بواني كيجيو باللون الفضه. الحمام اللي كيجي بهذه المساحه كيف ما قلت لكم 56 متر كاري، غتبقى بالثمن كيف ما قلت لكم، الثمن احسن ثمن ديال الهوجه اللي هو 38 مليون سنتيم. 38 مليون سنتيم في السونتر ديال سيدر حال، قريبة لجميع المرافق، والبحر قريب ليك، و 56 متر كاري، ومازال في البروميير ايطاج والدوزيام ايطاج. الثمن 38 مليون سنتيم. مشاهدينا الكرام، كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. اللي بغى يزورنا ياخذ فكرة مرحبا والف مرحبا. اللي بغى المزيد من المعلومات ما عليه الا يتصل بيا على الرقم 06 80 86 63 50. مرحبا بالجميع.